ظهرت يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله عز وجل. فيأمره الله بأن يحرز المسلمين إلى الطور، يأمر الله عيسى بأن يحرز المسلمين إلى الطور، ويقول إني باعث عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم، فيحرز المسلمين إلى الطور فيعيثون في الأرض فسادا، ويذبحون في المسلمين مذابح الذين لم يكونوا مع المسيح عليه السلام. ثم ينزل الله بهم المرض فيقتلهم عن آخرهم ويموتون عن آخرهم.